ألو مرحبا، معك فلك معوض. لو سمحت بدي وصي على طلبية، بس بدي إياها بسرعة كتير. إيه سمار، أجلي لي موعدي اليوم. لا ليكني واصلة، دقيقتين بكون عندك. لا لا لا، ما بقدر أبداً، عم قلك أجلي الشغل لفوق رأسي، ما بلحق اليوم. طيب عراحتك. هاي فلك، كيفك؟ صار لي زمان ما شفتك، قلب مرق صوبك شوي. ميت أهلا وسهلا، فوتي لشربك فنجان قهوة. يعني منيح اللي اجيتي. ايه؟ ما قلتي لي شو الأخبار؟ شو في ما في؟ ولا يا فلك، أحطت إيدك. ما في شي أخبار أبداً. تفضلي مدام. هاتي لشوف. واو واو، الله، ريحتها بتجنن. مو معقول شو مزوق كريم. ولا مرة بينسى قديش بحب الورد هذا، وفوق كل شغله والشغل لفوق راسه وما بيفوته شي حبيبي. ناطرك الليلة بالأوتيل؟ لا، وهي الطاولة اللي عاملتها أنا لمين؟ شو بعمل فيها؟ حبيبي يا الله منك يا كريم. بس خلص، ما رح أكسر له بخاطره، مثل ما بدك. بالأوتيل بالأوتيل. سلمى. نعم مدام. حطي لي هالبوكيه بالفاز، ما بدي اياها تدبل. حاضر. فلك، انا خجلانه منك كثير. يي ليش حبيبتي؟ انا اليوم شفت كريم طالع من الاوتيل، فكرت كون متخانقين وانه هو تارك البيت. ما كنت عارفه انه القصه هيك. هي مشان تاني مره ما تفكري ولا يروح مخك البيت. انا وكريم شو ما وصلت بيناتنا، وقد ما تخانقنا مستحيل حدا منا يترك البيت، يعني ما صارت بحياتها ولا رح تصير. علاقتنا أقوى من هيك بكتير.